السلام عليكم. التتار القوة المغولية الضاربة حين سقطت في أيديهم أغلب الإمارات والأراضي الإسلامية حتى وصلوا إلى غزة التي في فلسطين على الحدود المصرية، وكانوا يمتازون بأعداد ضخمة من البشر، قدرة هائلة على الانتشار. كان عند التتار نظام سياسي محكم، قيادة عسكرية بارعة، تحمل للظروف القاسية، ولا قلوب لهم. يوم جاءوا إلى مصر، كانت مصر إبان حكم سيف الدين قطز محمود بن خوارزم شاه، كانت تعاني من أزمة اقتصادية فظيعة. من أوائل الخطوات التي قام بها قطز العفو عن المساجين وخصوصا عن الممالك البحرية، كان قائدهم سيف الدين أقطاي، وكانت الممالك البحرية كانوا قوة ضاربة لا يستهان بها. لكن بقيت المشكلة الآن مشكلة التمويل، من أين؟ اقترح أمراء الجيش على قطز أن يفرض مثل الضرائب على الناس ليسدوا النقص والعجز في الميزانية لمواجهة التتار، ولكنهم احتاجوا إلى فتوى شرعية تبيح لهم هذا التصرف، لأنه من المقرر في الدولة الإسلامية لا يؤخذ من أموال الناس إلا الزكاة. استفتوا العالم المجاهد الشهير العز بن عبد السلام، كان يلقب بسلطان العلماء، سمي سلطان العلماء نتيجة قوته في الصدع بالحق. فأفتى العز بن عبد السلام بجواز هذا الفعل، أن يأخذوا من أموال الناس، ولكن بشرط أن يبدأوا بخزينة الدولة ثم بالأمراء وعلية القوم قبل عامة الناس. فأراد العز بن عبد السلام أن لا يكون أول ضحايا الضرائب عامة الناس والبسطاء، لا، البداية بالأمراء وعلية القوم قبل الناس. والعجيب أن قطز حاكم الدولة كان أول الناس دفعا لماله وحلي نساء ثم أمراء الجيش والتجار إلى أن وصل العامة. المهم، دارت معارك كثيرة مع التتار، منها في غزة ومنها كذلك في عين جالوت الشهيرة، وانتصر المسلمون خير انتصار. واستمر سيف الدين قطز ومن خيار قادة المسلمين كالظاهر بيبرس وغيرهم في ملاحقة التتار حتى إلى الشام. الحين ليش نذكر كل هذه التفاصيل؟ الدولة المصرية رغم الأزمة الاقتصادية ورغم قوة الخصم لم تتخلى عن واجبها في نصرة الإسلام وأهله. جراحات المسلمين الكثيرة سواء في فلسطين أو في بورما في سوريا، ما هو سبب عجزنا عن القيام بواجبهم؟ هذا الخلاف الحاصل اليوم بين المسلمين حكومات وشعوب أدى إلى تبدد هذه القوة وغياب أثرها. وسبيل القوة اتحاد المسلمين، وأن يكون الولاء بينهم على عقد الإسلام فقط لا على عقد آخر. نسأل الله سبحانه أن يقسم لإخواننا المستضعفين في كل مكان النصر والتمكين، إنه السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله.